مباراة كبيرة، مباراة الإثارة والتشويق على المدارج وعلى الميدان. 4-4 الوداد الرجاء، والرجاء يمر في الوقت بدل الضايع. أجواء كبيرة عايدة، شنو رأيك؟ كيل سبيكتاكل أون مو، كيل سبيكتاكل. وقت نشوف هكايا نقول وقتاش يرجعوا الجماهير لملاعبنا، معناها ونعبيو استاداتنا، على خاطر حان الوقت أنه نعطيو ثقة في الأمنيين نتاعنا، ونعطيو ثقة في لي كوميتي دورغانيزاسيون، ونعطيو ثقة في سيكوريتي بصفة عامة، باش نجمو نعبيو استاداد بالطريقة هذه، وباش ينجم يرجع سبيكتاكل للملاعب نتاعنا. كيما بالنسبة للوداد، معناها جاي ديربي احنا بون وخروه شوية، اما ماذا بينا نشوفوا هيك، خاطر هذا اللي يحفز الملاعبية، هذا اللي يخلي الأداء يصير بالطريقة هذه، ويسوق للبطولة، هذا اللي يسوق ويخليها تخرج ويخلي لي سبونسور يحطوا فيها، هذا اللي يخلي الملاعبية معناها من 4-1 ينجموا يقلبوا المعطيات ويعملوا الرومونتادا باش يوصلوا 4-4. الحضور الجماهيري هذه، الأجواء هذه، ماذا بينا ترجع لملاعبنا، ماذا بينا معناها تكون بطولتنا بالسبكتاكل هذايا، على خاطر الجماهير نعاود نقولوها، معناها كرة القدم عبارة على مسرح، كان ما يكونوش فما متفرجين ليزاكتور اللي فوق السين ما ينجموا يعملوا حتى شيء، وما يحسوش رواحهم اللي هما فريمون موتيفي بور دوني دو سبيكتاكل. فوالا، واضح. زيد باش نزيد على العايدة، الكرة هي سبيكتاكل، ما تنجمش انت الملاعبي، ما ينجمش الكرة بعيد عليه شوية باش يعمل سبرينت ويعمل ليفور باش يتاكل، إذا ما فماش جمهور، فما الجمهور باش يخليها تخرج على روحه، وما يعملش كليفور الزايد، الليفور الزايد اللي يخليك تمركي ببونتو ولا باش نحي بونتو، باش يحمس اللعبه، يعني كره ما فيهاش حماس، ما فماش كره، هيك علاش نحن المستوى نتاعنا يقعد ديما مره الفوق مره لوطا، ولو انه الكره نتاعنا كان نرجع بالجمهور نحسنوا اكثر، خاطر قاعدين نحقوا معناها سو لو بلون في في الانديه نتاعنا قاعدين نحقوا في نتائج جد ايجابيه، وما فماش جمهور، تصور انت كان يرجع الجمهور، تصور كان يرجع الجمهور ويرجع الجو وتولي فما عداله ما بين الجمعيات الكل، ونلعبوا في تيرانات بالكدا، الكره نتاعنا مش تطلع باليه، خاطر الموهبه موجوده، الموهبه موجوده، يقعد جوست نحطوا الحاجات اللازمه باش الكره نتاعنا تتحسن، تو سامبلومون اللي هي الجمهور، التيران وين باش تكور العباد، وكهو مش حاجه اخرى. نصر. اذا ما فماش هذا ما فماش كوره. اي انسان يحب الكوره ما ينجمش يتفرج في احلى واروع من الماتش اللي شفناه. واروع مش في الكره برك، في التيران برك، كان اروع البرة وفي التيران بالحق، سبيكتاكل اللي قشعر منه اللحم، واحد لحمه يشوك، على خاطر احنا كنا في وقت سابق، كنا في وقت قريب كنا احنا الاولانيين، وكنا نتفرجوا الدربيات هذوما كانوا بالحق من في تونس اللي حاجه نبنيو عليها كورتنا وكنا نستناوها، لكن ولينا مالوريزمون معناتها اوريزمون بالنسبه للمغاربه اللي ولينا نشوفوها في المغرب تحرمنا منها احنا في تونس، لكن رياضيا زاده كانت مباراه في اعلى مستوى، انك تكون خاسر 4-1 وترجع في نتيجه ومعناتها بالسون فروا هذيك، ومره اخرى فما حاجه اللي مهمه برشا عادل، الجماهير نتاع الوداد معناتها ما خرجتش، نتاع الرجاء ما خرجتش سكورت الوزان كثرة وما خرجتش، وقعدت لاخر دقيقة انه عندها ثقة في الجمعية نتاعها، تنجم ترجع فريمون ماتش اكزومبلير، يتمناه كل واحد يحب الكورة. شكرا، حاب تقول؟ شوف انا نحب نقول، نحب نعلق على حاجة اللي حكينا فيها، الناس الكل كنا اولاد استادات وعشنا دربيات، عشنا سبيكتاكل وعشنا الشو الكبير، فما حاجات عدة عوامل تخليك باش تتنجح منظر مقابلة، يعني تتجلب انتباهك. على سبيل الذكر، سي فري كو عندنا سنين واحنا محرومين باش نعبيو استاداتنا. سي فري كو وضعنا ان بو كريتيك، لكن ماهوش كاتاستروفيك، اليوم نجمو نعبيو استاداتنا، نجمو ولعبنا ب 60,000 ولعبنا الناس الكل لعبت باستاداتها معبيه، معناتها الجمعيات الكبار الكل في ليزيفينمون الكبار الكل لعبنا باستاد في صفاقس في سوسه في رادس، يعني لعبنا بس ما فماش. سي فري اليوم فما مشاكل، فما بعض المشاكل في على مستوى المجموعات الفوق في المدارج، هما فما نوعا ما خالقين نوع المشاكل، اما نحب نعطي حاجات، نحب لا ديفيرونس اونتر سبيكتاكل عندهم اليوم وسبيكتاكل عندنا نحن. اليوم نعرفوا في المغرب يعطيوا 48 ساعة لكل فريق باش يحضر الشو نتاعو. الدخلة نتاعو 48 ساعة، كل فريق عنده الحق باش يحضر سبيكتاكل نتاعو. احنا في رادس ولا في اي ملعب كبير يجي يحلك الاستاد العشرة نتاع الصباح، تجي مزروبة تجي مبلبزة، تجي ما فماش اورغانيزاسيون كاملة، فما عندهم بعض من البينيفيس متساكر من الروسيت نتاع الاستاد
يمشي للمجموعه هذه باش تحضر الشو اللي تشوفوا فيه، يعني في عده اطراف باش يكون سبيكتاكل ناجح. ولذا ما تتصوروش كيف كيف قلت الجروبات غادي في المغرب، فما دو جروب، فما دو انيماتور. هون نشوفوا في كل جمعيه عندها 5 و 7 جروب، كل واحد يغني بغنيته. هما بيدهم مش متفاهمين، هما بيدهم مش متفاهمين، يلزم هما بيدهم يساهموا باش يكون سبيكتاكل احسن، وكل حد يحسن من موقعه. الداخليه تتفاهم، تعطي وقت اكثر في ليزيفينمون الكبار باش الجمهور يحضر بالكدا ويحضر في اريحيه، وهو بيدو يخدم اللوحه الفنيه في استاد. معنا شكري اليوم تسويقيا الدوري المغربي من خلال هذه المباراه والكره المغربيه باعت روحها مليح، وعرفت كيفاش تسوق روحها في مقابله كما هذه. هذوما الحاجات اللي يعملوا ديفيرينس اونتر البلدان. ريت الناس اللي تميز على السياحه وبيبليسيتي وكل شيء، ماتش كوره، ماتش كوره كيف هذا؟ قد مصاريف نتاع وزاره السياحه باغ اكزومبل مرتين. يسوق تسويق كبير الرياضية. يعني باش نعرفوا قيمه مقابله كره قدم. شوف اليوم الناس، احنا ولينا نحكيو على شو في المغرب. باش نعطيك اكزومبل، اكزومبل انا كنت في مكالمه هاتفيه مع المدرب قيس اليعقوبي، تحيه اللي نبلغ له تحيه. الاسبوع هذايا يخدم في حلب في سوريا حرب. عاد ولا اش يقول لي؟ يقول لي معدل الحضور الجماهيري في البطوله السوريه 15000، ويقول لي انه الاسبوع هذا معناها اللي تعدى عندي ماتش باش يحضروا فيه تقريبا 45000 متفرج في الليل على الاضواء الكاشفه. هذايا في سوريا، في 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 بلاد فيها حرب. في بلاد فيها حرب. ما عنديش كالحاله الامنيه نتاع تونس اسوء من الحاله الامنيه نتاع سوريا. طيب تفضل زين. نحب ديما نقولوه الكلام هذايا، نحن ديما نحكيو نقولوا ماذا بينا نتمنوا، ماذا بينا ايفور معناها اكبر. يحسوا معناها يحسوا بينا، خاطر نحن نجم راهو تتكلم يقولوا نحبوا نلعب بالجمهور والسياحه وكل شيء، اما كي يدخل منا يخرج منا كانك ما عملت حتى شيء. نحن نتمناه ما يدخلش منا يخرج منا. صحيح نحن عندنا ثقه في الداخليه نتاعنا، الرجال في الداخليه ينجموا يامنوا، اما مش يامنوا زاد باش يعملوا مشاكل مع الجمهور وكذا. يعني ريت المعادله هذيك ما صعبه، لا يخوفونا من المشاكل باش ما يروحش كيما عمر الله يرحمه يروح ميت، فهمتي؟ ولا زاد اخويا زاد نحن نسبوا البوليسيه نتاعنا ونخدموهم وتصير لنا مشاكل معناها ارهابيه ولا حاجه، معناها ريت يلزم ايفور يكون من الجميع، ايفور يكون من الجميع باش نرجعوا نلعبوا بالجمهور. ونتفاعل مع شكر كي قال عندهم جروب واحد، خاطر هما يحبوا جمعيتهم هكا هو، ما يحبوش الاشخاص. كي تحب جمعيتك برك تبدا اكبر من كل شيء تحبها تربح، كي تولي تحب الاشخاص وين هو الشخص موجود ولا مش موجود اللي تحبه هو ما تحبش صح. نخدم معك. حبيت نحكي على المخلفات اللي بعد مباراه فريق الوداد، تعرف هبط 3 ملاعبيه الفريق الامال اليوم بعد المباراه هذه، ومعدل البدني التونسي اللي تمت لي قلعه نتاعو ما نعرفش عليه زاد كيف كيف، والمساعد المدرب اللي زاد غادر الفريق. هذا معناتها يخليك بعد ساعات مباراه كيما هكاك تخسرها تنجم تخلي الثقل نتاعها معناتها اكيد تخلف اضرار معنويه وماديه صح التعبير، وحتى بعض المشاكل واعمال الشغب صارت بعد المباراه. على كل حال هنيئا للجماهير المغربيه بهذه الاجواء وبهذه او بهذا المستوى اللي وصلته الكره المغربيه، واللي بالفعل نتمناه انه الملاعب نتاعنا تعود لها الحياه وتعود الجماهير للمدرجات بعد ما يقع الاتفاق كما اتفقتوا انتم على كل التفاصيل حتى نتجنب كل الاولويات نتاعو اللي هو السنه هو البطوله العربيه. بعد مقابله الذهاب وكانت 1-1 نتيجة باهية تتسمى اون ديبلاسمون، سي فري لعبنا ضد فريق ماهوش من الحجم الكبير، ماهوش الرجاء، ماهوش الوداد، لكن 1-1 تتسمى في المغرب. عندك ماتش روتور في تونس، ليسبيرونس اللي عنده الاكسبيريونس الكافية واللي عنده الطاقة الكافية باش ينجم يربح فاسيلمون في تونس، وأنا متأكد كان يتعاود الماتش مرتين ولا ثلاثة ليسبيرونس يربح بسكور كبير، لأنه الملاعبية ما كانوش جاهزين نفسانيا الحقيقه، استسهلوا المقابله. كان حديث الكل على ماتش الرجاء السبت القادم، كانوا يستناو في مقابله سهله. نعرفوا في الكوره اصعب المقابلات هما المقابلات الساهلين، مقابلات ساهلين هما اصعب مقابلات. ولذا جو بونس كو المجموعه الكل الحقيقه الناس الكل استسهلت الماتش هذا الساهل، نقول اونكور اون فوا الساهل اللي ان اوتر بورتي. كنا نجموا كان جينا حاضرين، كان جاو حاضرين الاولاد في مخاخهم ينجموا يربحوا فاسيلمون. ولذا سي فري كو فما اغلاط فنيه صارت نجموا نحكيوا فيهم، لكن المشكله الكبيره هو على المستوى الذهني. سبيرونس خير برشا من اسفي،
لا مقارنة، لكن وقت اللي يبدأ جاهز الاسبيرونس ما بدش حاضر في مخه، عندنا بوتنسيال محترم كبير باش نجموا نفوقوا على اسفي ولا حتى من غير اسفي. هذا هو اليوم كيما تكون جاهز في مقابلة، ما فماش كبير وصغير، 90 دقيقة أي فريق ينجم يعدي لك مقابلة كبيرة. فما صارت أغلاط، أكيد صارت أغلاط تقييمية، أغلاط في شواء، أغلاط في أكيد كل في كل ديفيت وراها أغلاط، لكن أنا بالنسبة لي أنا الحاجة الكبيرة اللي ثقلت علينا الماتش واللي خسرتنا في الماتش هو حسن التحضير النفسي للاعبين. اللاعبين ما كانوش في يومهم لأنهم ما كانوش حاضرين وخلصوا الفاتورة غالية برشا، لأنه روسيت كبيرة برشا من كوب أراب خسرتها كاسة الترجي، الترجي اللي فيه كل مقومات النجاح، فيه كل مقومات باش تشتغل في أريحية كبيرة. هذا ما خلصته المجموعة، أكيد جماهير غاضبة، أكيد جماهير، لكن نذكروا اللي عملناه والزادة في نفس الفترة، خسرنا في الكوب أراب مع اتحاد اسكندري، بعد ربحنا شامبيونز ليغ، ربحنا شامبيونا، عودنا ربحنا شامبيونز ليغ أخرى، إن شاء الله تكون هذه لطخة فيقة اللي تحب نسميوها نسميوها. برشا حاجات زادة يلزمنا يحكيوا فيهم يفيقوا بهم، اللي يلزم فعلنا بعض النقائص صحيح، يلزمنا ما نغطيوش عين الشمس بالغربال، لكن إجمالا الترجي واجه فريق اسفي مبروك عليه، ساعة نهنيو الفريق، لكن مع كل احتراماتي ما ماهوش أفضل من الترجي، ماهوش أفضل من الترجي، ولذا بعد نجموا نوصلوا لحديث. سمير السليم، بدون إطالة كبيرة عادل، التجربة علمتنا من العملية، ولو جبت شكري على فلاش على أنه الترجي الرياضي التونسي خسر من الاتحاد السكندري هز الشامبيونز ليج، النجم الرياضي الساحلي خسر الشامبيونز ليج هز البطولة العربية، الاتحاد المصري لكرة القدم أجبر الأندية المصرية على عدم اللعب في المسابقة.